يا ريت تشرفونا في عين السخنة عشان تتبسطوا زينا. نتابع سفر من مصر وتحديدا من منتجع العين الساخنة على ضفاف البحر الأحمر. هذه المنطقة منطقة سياحية ما زالت بكر، قليلون أولئك الذين يعرفونها منطقة العين الساخنة في العالم العربي، وإن كانت معروفة لدى المصريين. ميزت هذه المنطقة أنها تبعد عن القاهرة فقط ساعة ونصف في السيارة. سميت بالعين الساخنة لكثرة عيون المياه الكبريتية فيها، تمتد مسافة 80 كيلومترا على البحر الأحمر. هي منطقة سياحية حديثة بدأت تتوجه إليها الاستثمارات منذ فترة ليست بعيدة. مناخها في أشهر الشتاء دافئ، كما هي المناطق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر. ابتدت المشروعات السياحية والمستثمرين يتم جذبهم إلى هذه المنطقة القريبة. يعني حضرتك ممكن حتى لو انت نازل في الفندق بتاعك تمشي الساعة 9 الصبح من الفندق أو 8 صباحا لغاية 9 و 10 بالليل وترجع تاني. وبنتمتع، المنطقة بتتمتع انها مقبولة صيف وشتاء. الناس في الشتاء ممكن تيجي على بعد ساعة يعوموا ويستمتعوا بالشمس والدفء والجو الجميل. الفنادق والمنتجعات السياحية أسعارها مقبولة إلى حد ما، فهناك أكثر من 1500 غرفة فندقية. والسائح العربي الذي يرغب بتملك شقة أو فيلا مؤلفة من 3 غرف نوم وصالة يحصل عليها بمبلغ 100,000 دولار تقريبا. يمكننا استضافة النزلاء بغرفة مزدوجة، يبدأ السعر من 280 دولار أمريكي شامل الإفطار والعشاء لشخصين. لن نتمكن من تصوير المياه والعيون الساخنة الكبريتية، هذه المياه التي تستخدم في معالجة بعض الأمراض مثل أمراض المفاصل والحساسية. السبب هو أن الحكومة المصرية تقوم الآن بأعمال صيانة كبيرة لهذه العيون. سعد السلاوي، العربية، من منتجع العين الساخنة.